تعد العلاقات البحرينية العمانية التي تربط شعبي البلدين الشقيقين علاقات متميزة وقوية، قوامها الأخوة ووشائج القربة. نعم، فهذه العلاقات تجسدت في كلمات عبر عنها أبناء المملكة والسلطنة، تدل على مدى الترابط الأخوي الذي يجمع الأشقاء في كلا البلدين. علاقات بحرينية عمانية متميزة جمعت أبناء البلدين على الحب والود على مر السنين. هذه العلاقة لم تتغير، فأبناء الشعبين يكنون المودة والمحبة لبعضهم البعض. أمانة شهادتي مجروحة بالشعب العماني، شعب من أطيب الشعوب. كنت أسمع من أهلي دائما يتكلمون عن كرامهم وجودهم وأخلاقهم، لكن خلال سنين دراستي في جامعة الخليج، من بعد ما تعرفت على صديقات عمانيات، هم ما كانوا بس صديقات، كانوا بالنسبة لي أكثر من خوات. صراحة انبهرت بأخلاقهم وتواضعهم، رقيهم في التعامل. أول ما جيت البحرين هم اعتبروني يعني مثل بنتهم، وما حسسوني أني أنا حرفيا في غربة، يعني تموا يساعدوني في كل شيء. حسيت أني أنا أبدا ما بعيدة عن أهلي، وبعد لما إحنا نروح إجازات في عمان هم بعد يجون عمان، وتصير تبادل ثقافات وعلاقات. فيعني صدق العلاقة البحرينيين مع العمانيين يعني بينت لي إنها كثير متقاربة، وإنه يعني ما في اختلاف، حتى تحسينهم نفس الطبع ونفس الأسلوب، حتى أسلوب الحياة تحسينه متقارب بين العمانيين والبحرينيين. امتداد سلطنة عمان التاريخي هو بوابة عبور لقلوب الطلبة العمانيين الدارسين في البحرين، فذكريات الأجداد يجددها الأحفاد بعلاقات صداقة وتعاون مستمر. أحب أبارك وهني سلطنة عمان الحبيبة بمناسبة أعيادهم الوطنية، وربي يديم عليهم الأمن والأمان والازدهار. وحابة أبين بأن العلاقة اللي تربط مملكة البحرين وسلطنة عمان هي علاقة وطيدة وقوية، ترجع لعقود من الزمن، تجمعنا العادات والتقاليد، والأهم من ذلك المصير الواحد. وبلا شك إحنا كطلبة في بيئة خليجية مشتركة يجمعنا المصير الواحد قبل ما تجمعنا مقاعد الدراسة، وإحنا موجودين في جامعة الخليج العربي ندرس لهدف واحد، وهو رفعة وازدهار خليجنا العربي. العلاقات بين الشعب العماني والشعب البحريني علاقات قديمة، أبائنا وأجدادنا عاشوا في البحرين وتركوا أثر جدا طيب. حتى يعني صار لما نشوف أي أحد بحريني سواء في الجامعة أو في السكن أو في أي مكان عام، دائما يستقبلونا بصدر رحب ويسألونا يعني ويسهلون لنا معاملاتنا وأمورنا. فهالشيء خفف من شعور الغربة وخفف من شعور إن إحنا بعيدين عن أهلنا، صرنا نحس فعلا كأننا بين أهلنا وناسنا. بعد الأجواء في البحرين والعيشة في البحرين نفسها تحسسنا بالألفة. وجودنا اليوم في البحرين علامة واضحة ودليل حي على مدى العلاقة الطيبة بين سلطنة عمان والبحرين. الشعب العماني يعتبر أن الأرض واحدة والبلد واحد بالنسبة لي ولكل مواطن عماني. اليوم 18 من نوفمبر هو يوم تاريخي خالد لكافة أبناء الشعب العماني، يحتفي به العمانيون بالإنجازات الوطنية التي حققتها السلطنة في ظل العهد الزاهر لقيادتها الحكيمة. العلاقات البحرينية العمانية تتميز بأبعادها التاريخية العميقة، وتعتبر نموذجا راسخا للأخوة التي تستند إلى ما يربط الشعبين الشقيقين من علاقة تاريخية وطيدة وأواصر محبة ووشائج قربة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.